إلى أخبار الرياضة، حيث فاز المنتخب السوري على نظيره الهندي بهدف دون مقابل في ختام دور المجموعات من نهائيات كأس آسيا. وجاء هدف المنتخب السوري الوحيد عن طريق اللاعب عمر خربين في الدقيقة 76 من زمن المباراة عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء. وبهذا الفوز ضمن المنتخب السوري التأهل للدور الثاني في البطولة لأول مرة في تاريخه كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث. هلا بعد التأهل هي فرحة كتير كبيرة لسوريا، وإن شاء الله اليوم الأداء كان مميز، بس بينقصنا شوي بالهجوم ولازم نشتغل على هذا الشيء بالأيام القادمة إن شاء الله. مباراة كانت حلوة كتير، نقصنا بس إن شاء الله بيرجع عمر السومة يا رب بالدور الثاني، ومبروك كتير للشعب السوري كتير كتير. هي فرصة من زمان المنتخب السوري ما يتأهل على الدور الثاني، وهي فرصة لازم يتوصل أكثر، كان طموح أكثر لازم. اشتغل مع الحالة الدفاعية كثير، بس لكن خط الهجوم لازمه شغل أكثر، يعني لازم زيادة الفاعلية الهجومية، لأنه أنت في الدور الثاني خلاص ما عندك شيء تخسره، أنت تأهلت، أنت راح تلعب مباراة مغلوب، مباراة واحدة، إما خارج البطولة أو تكفي البطولة. أول شيء ألف ألف مبروك للشعب السوري بالكامل، بالداخل والمغتربين يلي قدموا أداء رائع جدا جدا جدا. لما بيعانش فينا رغم الأسى والغم، حب أقول لهم الله يعطيكم ألف عافية وألف مبروك للشعب السوري كله، رفعتوا لنا راسنا وإن شاء الله دائما للتألق والنجاح أكثر وأكثر. ألف مبروك سوريا. الحمد لله كان لعبهم حلو، ألف مبروك إلياتنا عقبال النهائي إن شاء الله.